الله أكبر وابتدى قبل ما ماشي هالقدر يزم عليك بود العدا. هذا السعودي فوق فوق، هذا السعودي فوق فوق. هي أطهر بلد وأغلى بلد، من دون حدك نتحد وسيدي صنع العهد. هذا السعودي فوق فوق، هذا السعودي فوق فوق. هي برق التوحيد. أعزائي المشاهدين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم في هذا التقرير، حيث انطلق مهرجان الملك عبد العزيز للصقور في مدينة الرياض، وبداية الانطلاقة كانت في سباق الصقور، وكذلك مسابقة مزاين الصقور، وكذلك القرية الشعبية الخاصة بهذه المناسبة. فأدعوكم إلى أولى فقرات هذا التقرير. أطهر بلد وأغلى بلد، من دون حدك نتحد وسيدي صنع العهد. هذا السعودي فوق فوق، هذا السعودي فوق فوق. أعداد كبيرة من الصقور مشاركة في هذا المهرجان الكبير، ومعي عدد من الشباب الذين يهتمون بهذا الشان. عرفنا عن نفسك. الحميدي حجرة فهيقي. ونعم الحميدي، أنت من وين؟ من أي منطقة؟ من منطقة الجوف، سكاك الجوف. ونعم ما شاء الله، وش هو الطير اللي معك هذا؟ هذا الطير حر قرناس. شارك هذا ولا ما شارك؟ لا ما شارك، اول سنه ان شاء الله له. ماذا يعني لكم هذا المهرجان الكبير؟ والله يعني لنا الكثير الكثير، كنا مستنين والحمد لله صار، الحمد شكر لله. ما شاء الله، يعطيك العافيه. يا هلا، معك طارق مقبل الفيقي. ونعم. اي نعم. جاي ايضا من الجوف؟ اي نعم، من سكاك الجوف. الله يحييكم يا اهل الجوف، في عاصمه المملكه العربيه السعوديه الرياض، وفي هذا المهرجان الكبير، مهرجان الملك عبد العزيز. ماذا يعني لكم كصقارين ومهتمين في هذا الشان؟ الله يحييكم. اول شيء ودي اشكر مقام خادم الحرمين الشريفين، واشكر ولي عهده، واشكر القائمين على هذا المهرجان. احنا صراحه كنا زمان ننتظر مثل المهرجانات هذه، والحمد لله صار، ويا ربي لك الحمد. الله يعطيكم العافيه. محمد دهيمان الشراري. ونعم. ما عليك زود. منين جاي محمد؟ من الجوف. الله يحييكم اهل الجوف، اشوف اليوم ما شاء الله مشاركات اهل الجوف كثيره. اي نعم اي نعم، والبركه فيك. الطير هذا اللي معك؟ هذاك حر قرناس. شاركت فيه اليوم؟ الحمد لله شاركت، والله وفقك. وفقك الله ان شاء الله بالمسابقات الجايه. اهم شيء انك شاركت في جائزه الملك عبد العزيز، ومشاركه مهرجان الملك عبد العزيز، هذا اهم شيء. الحمد لله الحمد لله، الله يجزاه بالخير ويعطيه العافيه. اخوي عرفنا على نفسك. خالد مقبل فيقي. نعم. وش الطير هذا اللي معك؟ هذا جير فرخ. شارك هذا؟ لا ان شاء الله بعد يومين. شارك بعد يومين؟ ان شاء الله. وياك ان شاء الله. معي ايضا سعود البدراني، عضو هيئه التحكيم، عضو لجنه التحكيم، الله يحييك. الله يبديك ويسلمك وتشرفنا. نبارك لكم هالمهرجان الكبير اللي يحمل اسم الملك عبد العزيز. ما شاء الله تبارك الرحمن، المهرجان طيب واحنا متشرفين، وتشرفنا في زيارتكم يا قناه الساحه. الله يعطيك العافيه. ايوه وياسر، انتم لجنه التحكيم كيف تحكمون الطيور؟ احنا يمكن في كثير من الناس ما يعرف كيف تحكيمكم. والله الطيور فيها اليوم احنا بالحرار القرانيس، وبعد الشواهين، وبعد الشواهين القرميش. البدايات هذه تكون على أفضلية ولا كيف لما تحط أو الأول والثاني والثالث؟ الحرارة والشواهين، شواهين جير، وبعدها البيور، وبعدها قرميش وتبوع. الله الله. كيف رأيت المستوى اللي قدمتها الطيور يوم شفتها اليوم بالمسابقة؟ مستوى عالي أبشرك، ومستانسين الناس، والمهرجان طيب، والحضور ما شاء الله اشوفه كثير، ومن انحاء المملكه. اي والله من انحاء المملكه، وما شاء الله مستانسين، ومن الامارات من الخليج. جاكم مشاركات؟ جانا من الكويت ومن الامارات. الله يحييهم، احنا نتمنى كلهم اخواننا، ونتمنى ان كلنا، وجائزه الملك عبد العزيز حقيقه نسعد انها تكون في كل شيء. مشرف، وهذه نسختها الاولى، والحمد لله والشكر. كل شيء على انطلاقه قويه ما شاء الله اليوم. قويه والحمد لله، والناس مستانسين، الصقارين والجماهير. الله يعطيك العافيه سعود البدراني الحربي، الله يعطيك العافيه. انت ايضا من المهتمين بالصقور ما شاء الله، ومن الناس اللي عندهم درايه كبيره على اي نعم. الله يعطيك العافيه، شكرا لك. وانا راعي طير. شكرا لك، طال عمرك. شكرا. معي ايضا احد الهواة، تعرفنا على نفسك. عبد العزيز محمد العنزي. ونعم عبد العزيز، وش هو الطير اللي معك ما شاء الله؟ هذا حر طال عمرك. تشارك الحين فيه ولا شاركت؟ لا ان شاء الله الشوط الرابع احنا ان شاء الله. جايكم الدور ان شاء الله. ان شاء الله باذن الله. ان شاء الله. تتوقع وش تتوقع من المراكز؟ والله على حسب التوفيق.
الله يوفقك ان شاء الله. الله يجزاك خير. ريشه البلهوى ما ندري عنها. اهم شيء انك تشارك في المسابقه الكبيره. ان شاء الله باذن الله لنا الشرف فيها. الله يوفقك. الله يوفقك. تعال. هلا عرفنا على نفسك. علي بريبكر الزعيلي طال عمرك، مشارك بالطير لاهور انا وعبد الله. ما شاء الله. وعبد العزيز. وشوطنا ان شاء الله الرابع. رقم 24 ان شاء الله الفوز ان شاء الله تامل الفوز. تاملوا ان شاء الله الفوز ان شاء الله. احنا نتمنى لكم الفوز ايضا. جزاك الله خير. عبد الله توقع الفوز ان شاء الله باذن الله. ان شاء الله ان شاء الله لك الفوز ان شاء الله باذن الله. يا برق التوحيد فوق فوق العلالي والبروق المجد بك دايم يلوق هذا السعودي فوق فوق. معي ايضا احد الهواة الصقرين حياك الله. الله يحييك. اسمك؟ ماجد حسن الدوسري. ماجد الدوسري ونعم عليك زي الطلم. من وين جاي يا ماجد؟ من وادي دواسر. ما شاء الله. وش هو الطير اللي معك هذا؟ هذا حر. حر؟ شاركت فيه اليوم؟ الله الله مشارك فيه. كيف ترى المهرجان والمشاركة في هذا المهرجان الكبير؟ مهرجان يحمل اسم الملك عبد العزيز وطبعا هذا اكيد دعم لكم انتم كصقرين. والله مهرجان ممتاز. ما عليه. طيب. باقي لك مشاركات ثانية ان شاء الله؟ ان شاء الله. ان شاء الله. الله يوفقكم يعطيكم العافية. ومعي ايضا الاستاذ فالح العدواني رئيس مركز العدواني للصقور بحفر الباطن. حياك الله. الله يحييك ويسلمك يا مرحبا. ما شاء الله مشاركين هنا ومهمه يعني مشاركه ولا؟ ان شاء الله مشاركين ومشاركين بالمتحف بعد. اخذنا بوتين داخل باسم نادي هواة الصيد بالصقور بحفر الباطن. النادي هناك وش نشاطه؟ نشاطه صقور ومسابقات وعضويه و ما يشمل من تجمع رياضي في موقع واحد اللي هو يشمل صقاقير حفر الباطن في محافظة حفر الباطن. ما شاء الله اليوم هالمهرجان هذا مهرجان الملك عبد العزيز للصقور طبعا اكيد يعني الشيء الكبير اولا اسمه اللي يحمله وثانيا لهذا الاهتمام في هذا الجانب والهواية. ما لا شك لا شك هذا فرحة لكل صقار وتجمع ضخم يعني احنا نحلم فيه من زمان. ونتمناه والحمد والشكر لله ولا تلامر كلهم خير وبركه وما قصروا واسعدونا وتجمعونا بهالتجمع الحلو وشفنا كل معارفنا وجو من 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 انحاء المملكه. ما شاء الله من انحاء المملكه في تجمع طيب وخدمات طيبه ورساله واضحه للاهتمام بالصقاقير واهل الطيور والهواة و مساعدتهم بالجوائز وبالمسابقات ومنافسة بينهم شريفة وطيبة. ما شاء الله. نعم. حلو اليوم انطلاقة السباق اليوم بداية المهرجان. نعم نعم انطلقوا اليوم الله يوفقهم لو كان المناخ اليوم غير مناسب لهم. الجوينا. ويعذرون أكثرهم اللي طيورهم أبطال وواجهة الغبر والغبرة والعج والهواء لكن هي حظوظ. والنجاح بوجوده ومشاركته هذا هذا والكل ان شاء الله كسبان ما في احد خسران اللي جاء كلهم كسبانين ولا احد. الله يعطيك العافيه. شكرا لك. يحييك اخو عزيز. تشرفنا وشاكرين لكم يا قناه الساحل دائما في كل محفل نلقى لهم وجود مشرف. تسلم. الله يحفظك. الله يعطيك العافيه. شكرا. الف مبروك. الله يبارك فيك يا ربي. عرفنا على نفسك وصف لنا مشاعرك بالفوز. عبد الله بن عبد العزيز محمد الدعيج الخالدي. ونعم عليك زود. بشروك بالفوز بس ما تدري اي مركز. والله ما ادري اي مركز والظاهر انه مستعجل وفي كلمه مبروك انا ما يبدأ لي اي مركز. هم قالوا لك مبروك اكيد. الاول الاول احنا نبشرك يقول لك المركز الاول. الله يبارك فيكم. الله يبارك فيكم. مبروك تستاهل. الله يبارك فيك. الله يجزاكم خير. اشكركم يا رب. اشكركم. معي ايضا احد الهواة والمهتمين في الصقور. عرفنا على نفسك. شاطر متعب عبد الله عنزي. ونعم متعب من وين جاي انت؟ من الرياض. من الرياض. من هنا من الرياض. إيه. ما شاء الله. وش هو الطير اللي معك هذا؟ هذا حر اصيل. حر اصيل. شاركت اليوم فيه؟ اي شاركنا. جاب مراكز ولا لا؟ تونا باقي الحين. الحين يدخل. الحين بتدخل يعني انت جاي الحين جاهز للمشاركه الحين؟ اي جاهز. الله يوفقك ان شاء الله. موفق اخوي. معي ايضا عبد الله فرحان العمسي احد المهتمين بهوايه الصقور والقنص ومهتمين بالطيور. الله يحييك. الله يطول عمرك ويحفظك. نبارك لكم هالمهرجان حقيقه المهرجان الكبير الذي يحمل شيء كبير علينا جميع لابناء هذا الوطن الملك عبد العزيز طيب الله ثراه وايضا يهتم بهذا الموروث وهذه الهوايه المحببه لدى الكثير من ابناء الوطن الخليجي. الله يبارك فيك ويعطيك العافيه. وبصراحه هي شيء كنا ننتظره من زمان
ووجه شكر لخادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين وسمو وزير الداخلية عبد العزيز بن سعود بن نايف بن عبد العزيز على التفاته الكريمة، لأن هذا الشيء بصراحة كنا ناقصنا احنا كصقارين، واليوم لله الحمد نعتبره حلم متحقق، والجايات والشيء الأكبر إن شاء الله السنة القادمة واللي بعده واللي بعده، وبصراحة فرحتنا ما توصف ولله الحمد. والتنظيم بصراحة رائع، يعني كلمة عن الكلمة من وإله بدون استثناء ما شاء الله. وأوجه شكري مرة ثانية لولي العهد الأمير محمد بن سلمان على الالتفات الكريمة، والله يطول بعمره ويحفظ لنا. أنتم تستاهلون، وهو يجي منها الكثير ويجي كل الخير منهم إن شاء الله، الله يحفظهم. الله يطول لي عمرك ويحفظ. وش الطير هذا اللي معك؟ هذا طيري طال عمرك حوران حر قرناس مشارك فيه اليوم، ونطلب من الله التوفيق إن شاء الله. أنت بتشارك إن شاء الله؟ والله الآن دوري. دوركم بعد شوي. بعد شوي بإذن الله. نالك التوفيق إن شاء الله. سلمان والعز دركه والمجد درب يسلكه، هذا السعودي فوق فوق، هذا السعودي فوق فوق. معنا ايضا احد المسؤولات عن هذا، عن الحرفيين والحرفيات في هذا المكان ضمن المهرجان. خاله ما ادري كيف نشاطكم انتم هذا؟ والله حنا لنا شرف ان شاركنا بهالموروث الكبير، وحنا مجموعه كبيره من الحرف اليدويه، حرفيات وحرفيين شاركنا، كلمونا والحمد لله جينا وشاركنا، ويهمنا مشاركاتنا مو هنا بعد في أماكن كثيرة يا رب لك الحمد. كلهم من أبناء الوطن المشاركين في هذا الجانب؟ كلهم من أبناء الوطن، حرفيين وحرفيين، شيء ناس كبار السن هذول اللي مختارينهم هنا من فناطح الحرفيين، شاركوا حتى محافل دولية ما شاء الله. أي والله يا رب لك الحمد والحمد لله. المهرجان طبعا مهرجان يحمل اسم الملك عبد العزيز مؤسس هذا الكيان، ويهمنا جميعا لأبناء هذا الوطن. أكيد أكيد، ونشكرهم صراحة على جهودهم المبذولة، وما هي بأول مشاركة معهم، قد شاركنا معهم في الصيد والصقور برضه. الله يعطيك العافية خالة، الله يعطيك العافية. مساك الله بالخير. الله حياكم والله. أنت وش هذا اللي عندك هذه؟ صار الخميس من أهل الدرعية، مولد الدرعية، وكل تخصصي تراث، 25 سنة وأنا في الهواية هذه. ما شاء الله، هذا وش يعني هذا المجسم هذا؟ مجسم اعتبر أنه مجسم مزرعة. عشت اي نعم، عشت فيها ايام اول ايام زاد الوالد الله يرحمه. اي نعم، وعشت فيها وعرفت شلون طقتها ودلت صلحتها. انت مصلحها هذه ما شاء الله؟ اي مصلحها انا ما شاء الله، الله يعطيك العافيه. هاي كلها اعمالي. معي ايضا احد الحرفيين بندر الشمري، مساك الله بالخير. سيد بالنور، يا هلا حياك الله. يعطيك العافيه، ما شاء الله اشوفك ترسم صقر. اي نعم، جالسين نرسم ما شاء الله بالحرق. اي نعم، نرسم صقر بالحرق، كلها اعمالي هنا. البوث هذا يتكلم عن اللي هو الحرق على الخشب. هذه الرسومات هذه انت اللي مسويها كلها؟ اي نعم، هذه كلها انا راسمها. اي نعم. لك محل انت يعني قبل المهرجان ولا مع المهرجان بس؟ اي نعم، لي مشاركات بمهرجانات، ولي بعد ايضا بعد محل بالدرعيه. أيه. سوق العبيه. ما شاء الله. اي نعم، الله يعطيك الصحه والعافيه. الله يعافيك، طول لي عمرك، الله يجزاك الخير. الله اكبر. بدون حق الله نتعب كل أصيل، ما نهب الموت دون مخشلات، من تعب ذل فرايض عزتنا تقعد أحد بس إلى هنا نأتي إلى نهاية هذا التقرير الذي قدمناه من مهرجان الملك عبد العزيز للصقور، وهذا الختام من السوق الشعبي والمنحوتات الشعبية موجودة هنا في المهرجان، إلى أن نلتقي إن شاء الله في تقارير قادمة عن هذا المهرجان الذي يحمل اسم مؤسس هذا الكيان. نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله أكبر. بلد واغلى بلد من دون حدك نتحد.